وكل من قدم قول غير الله على قول الله. هذا أيضا علامة فارقة. الذي يحب الله يقدم أمر الله وأمر رسوله على أمر فلان وعلان، فإن كان العكس يقدم قول شيخه أو إمامه أو حزبه أو جماعته على أمر الله فهذا كاذب في محبة الله عز وجل. نعم. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حكم به ترك شرع الله وحكم بالقانون والطاعون، هذا يحب الله عز وجل كذاب. نعم. أو حكم به أو حاكم إليه أو حاكم إليه، حاكم إلى غير شرع الله، هذا كاذب في أنه يحب الله. نعم. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو وليس حكم. هذا خاص بالمنازعات في المحاكم كما يفهم بعض الناس، بل في كل نزاع وفي كل اختلاف يقدم قول الله وقول رسوله ولا يقدم قول أحد، في مسائل الاجتهاد، في مسائل العقائد، في كل مسألة فيها خلاف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما هو خاص بالمحاكم فقط، هذا عام في كل اختلاف يكون بين الناس، يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على قول فلان وعلان والمذهب وغير ذلك. نعم. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، فليس ممن أحب الله، وإن كان يدعي أنه محب لله وأنه، نقول كذاب، ما حققت ما تقول. نعم.